أهلا بكم. معظم الناس تعتقد أنه الثعابين ما عندها إلا صوت واحد إلا هو صوت الفحيح. الفحيح معروف يمكن عند معظم الناس، ناس كثير سمعوه، اللي هو الصوت بيطلع الثعبان لما بيحس بخطر، بياخد كمية من الهواء وبيطلعها بقوة. لكن في أصوات تانية الثعابين بتستخدمها، قليل من الناس يعرفوها. هل في أحد سمع عن حاجة اسمها الكشيش؟ هل في أحد سمع عن حاجة اسمها القرقعة؟ الجلجلة؟ الثعابين بتستخدم عدة أصوات عشان تدافع عن نفسها، بتخوف أي إنسان بيقترب منها. الإنسان أو الحيوان بتخوفه بالأصوات هذه، طبعا بتكون أصوات تحذيرية عشان الإنسان أو الحيوان اللي بيتعامل معها يوقف ويفكر قبل لا يقوم بأي تصرف. أول صوت ومعظم الثعابين بتسويه اللي هو صوت الفحيح، زي ما قلنا الثعبان بياخد نفس وبيطلعه بقوة، فبالتالي بيسوي صوت قوي. بيختلف الصوت حسب حجم الثعبان. الثعابين الصغيرة يمكن ما نسمع صوت الفحيح فيها، كل ما كبر الثعبان كل ما زاد صوت الفحيح. الجلجلة سمعنا عن أفاعي اسمها الأفاعي المجلجلة، أو الناس اللي بيطلقوا عليها الأفاعي ذات الجرس أو أبو جرس. عندها طرف مميز في الذيل، حلقات جلدية. الحلقات هذه مع الحركة بتحتك في بعض فبتسوي صوت غريب، صوت بيسموه الجلجلة. الجلجلة هذه زي ما قلنا جهاز انذار، بيختلف حسب حجم الثعبان برضو، لأنه في أفاعي مجلجلة كبيرة وفي أفاعي مجلجلة صغيرة، لكن صوتها كله قريب من بعض باختلاف الموجات. الكشيش أحيانا في ثعابين بتستخدم صوت اسمه الكشيش، بيكون جسمها أو الحراشف اللي موجودة على جسمها خشنة، فبتحك الجلد مع بعضه أو الحراشف مع بعضها فبيطلع صوت زي صوت المنشار. وفي ثعابين سموها الثعابين المنشارية أو الأفاعي المنشارية نتيجة الصوت اللي بتسويه. الصوت هذا اسمه كشيش، الثعبان بيلامس جسمه وبيتحرك بقوة فبيطلع صوت أقوى من الفحيح. نوع رابع من الأصوات اللي هو صوت القرقعة. في أنواع من الثعابين بتطلع أصوات غريبة من بطنها، بالضبط زي الأصوات اللي بتطلع من بطن الإنسان، قربعة أو قرقعة. الأصوات هذه أحيانا بتكون قوية لو كان الثعبان كبير. عندنا مثلا الكينج كوبرا، الكينج كوبرا بتسوي الأصوات هذه، وغيرها من الثعابين بتسويها. الأصوات بتختلف بحسب حجم الثعبان. الثعابين الدودية ما بنسمع صوتها نهائي، لكن الثعابين الكبيرة وخصوصا الأفاعي والحيات هذه اللي بيكون عادة صوتها عالي. في السعودية على سبيل المثال في نوع من الأفاعي اسمه الأفعى النفاثة، سموها الأفعى النفاثة نتيجة سحب كمية هواء وإخراجها بقوة شديدة فبيطلع صوت قوي جدا. هذه الأصوات اللي بتستخدم الثعابين. في ناس بتقول إنه الثعابين عندها أصوات تانية، صوت
صفير، صوت غريب، صوت مميز، صوت يشبه صوت الإنسان، صوت صريخ. كل الأشياء هذه ما لها أي أساس من الصحة إن كنا بنتكلم عن الثعابين. طبعا الثعبان حيوان، هذه الأصوات اللي موجودة فيه. أي صوت آخر بنسمعه أو ناس بيقولوا إنهم سمعوه، أعتقد كده خرجنا من موضوع الثعابين ودخلنا في موضوع الجن، وحنتكلم في موضوع الجن عن الحكاية هذه. ليش مهم نعرف الأصوات هذه؟ مهم نعرف الأصوات هذه عشان نوقف ونحتاط ونحذر، لأنه الأصوات هذه زي ما قلت عبارة عن تحذير، بتحذر الشخص أو الحيوان اللي بيقرب منها، فبتقول له إنه في خطورة، بعد. هذه من نعم ربنا علينا إنه بيدينا الثعبان تحذير قبل لا يقوم بعملية اللدغ أو العض. أتمنى السلامة للجميع، شكرا لكم. أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.